في يوم من الأيام كان هناك شاب يعمل في أحد المصانع، وكان يعمل معه رجل عجوز يتحدث قليلا ويعمل كثيرا ولا يتوقف أبدا عن تطوير مهارته في كل جانب من جوانب عمليات التصنيع. وكان الرجل العجوز معلما للشاب. وبعد مرور 10 سنوات تقاعد الرجل العجوز، والشاب أصبح هو نفسه خبيرا، واستمر في أداء عمله بنفس التفاني والاجتهاد الذي تعلمه. وفي أحد الأيام زار الشاب معلمه. رأى الرجل العجوز أنه يبدو غير سعيد وسأله عما يزعجه. تنهد الشاب ثم سكب ما في قلبه: لقد كنت أتبع تعليماتك بالضبط طوال هذه السنوات بغض النظر عما أعمل عليه، فأنا ألتزم الصمت وأركز على الوظيفة، وأنا أعلم أنني قمت بعمل جيد في المصنع وتعلمت كل المهارات التي يمكن تعلمها هناك وما لا أستطيع تعلمه. ما لا أفهمه هو أن الأشخاص الذين ليس لديهم خبرتي أو قدراتي لقد تمت ترقيتهم جميعا، بينما أنا لا أزال أجني القليل مما كنت أفعله من قبل عندما كنت تلميذك. سأل الرجل العجوز: هل أنت متأكد من أنك أصبحت لا غنى عنك في المصنع؟ أجاب الشاب بنعم. كان الرجل العجوز يسير ذهابا وإيابا للتفكير. بعد فترة من الوقت التفت إلى الشاب وقال: يجب أن تطلب يوم إجازة باستخدام أي سبب يعجبك، فقد حان الوقت لتمنح نفسك فترة من الراحة. تفاجأ الشاب بهذه النصيحة، ولكن كلما فكر في الأمر أكثر كلما كان من المنطقي أن يشكر معلمه ويغادر بسرعة لتقديم طلب إجازة. عندما عاد إلى العمل بعد يوم إجازته استدعاه المدير إلى المكتب ليخبره أن الأمور لم تسير على ما يرام. وأثناء رحيله واجه الآخرون العديد من المشكلات التي عادة ما يعالجها هو، ولم يكن لديهم أي فكرة عن كيفية حلها. وإدراكا لأهميته قرر المدير ترقيته إلى منصب أعلى لشكره وتشجيعه على ذلك ليستمر في العمل الجيد. كان الشاب ممتنا لحكمة معلمه، وبالتأكيد كان يعتقد أن هذا هو سر النجاح. منذ تلك اللحظة فصاعدا كلما شعر الشاب أنه يستحق أكثر مما كان يحصل عليه كان يأخذ يوم إجازة. في اليوم التالي تحسن الوضع بما يرضيه، واستمر على هذا النمط لعدة أشهر. وفي أحد الأيام اكتشف الشاب أنه ممنوع من الدخول إلى المصنع، مما زاد من صدمته. اكتشف أنه تم إنهاء عمله. لم يصدق ذلك، وهو لا يعرف ماذا يجب أن يفعل. عاد لرؤية معلمه لمحاولة معرفة كيف سارت الأمور بشكل خاطئ. سأل الشاب الرجل العجوز: لقد فقدت وظيفتي، هل لم أفعل كل شيء؟ أجاب الرجل العجوز: في الواقع أنت لم تفعل لأنك سمعت فقط نصف الدرس. لا أحد يعير أي اهتمام للمصباح الكهربائي الذي يعمل دائما، فقط عندما ينطفئ يلاحظ الناس فجأة ويدركون أنهم كانوا يعتبرونه أمرا مسلما به. لم تكن حريصا جدا على تطبيق الفهم الذي تركته قبل سماع النصف الثاني. بدأ يتبادر إلى ذهن الشاب
أنه ربما ارتكب خطأ كبيرا. ما هو النصف الثاني؟ تحدث المعلم ببطء ليجعل وجهة نظره في الشوط الثاني أكثر أهمية من الأول. هو إدراك أنه إذا انطفأ المصباح الكهربائي بشكل متكرر فسيتم استبداله عاجلا أم آجلا بمصباح أكثر موثوقية. تعلم الشاب درسا قاسيا في ذلك اليوم. أدرك أن النجاح لا يتعلق فقط بالعمل الجاد والمثابرة، بل يتطلب أيضا التوازن والمسؤولية. فمن المهم أن نمنح أنفسنا فترات من الراحة لإعادة شحن طاقتنا وتحسين تركيزنا، لكن يجب أن لا نغفل عن واجباتنا ومسؤولياتنا. كما ترى في الحياة وفي حياتك، القصة التي ذكرناها تعكس الكثير من الحكمة والتأمل في الحياة اليومية. المصباح الكهربائي المضاء دائما يشبه حالة كثير من الناس في الحياة، فالجميع ينظر إلى عدة أمور كأمور مسلمة بها، مثل الصحة الجيدة والعائلة المستقرة والعمل المستدام. لكن عندما يأتي لحظة الانطفاء المفاجئ، تظهر الحقيقة الصارخة لمدى قيمة هذه الأمور وأهميتها. الكثيرون يتسامرون بالحياة اليومية ويأخذون الأمور الأساسية بشكل طبيعي دون أن يلاحظوا قيمتها الحقيقية إلا عندما تنقطع فجأة. فقط عندما تغيب الصحة أو تنتج الأزمات العائلية أو يفقدون العمل، يتذكرون أهمية ما كانوا يعتبرونه بديهياً. هذه الحقيقة ترتبط بالتقدير والشكر، وقد تكون درساً قاسياً للكثيرين الذين يستهترون بالنعم والفرص التي يمتلكونها. إن فقدان الشيء يجعل الإنسان يعرف قيمته بشكل أكبر، وهذا ينطبق على جميع جوانب الحياة سواء الشخصية أو المهنية. لذلك يجب علينا أن نعتبر هذه الحكمة كتذكير دائم لنا بأهمية التقدير والامتنان لكل ما نمتلكه في حياتنا. لا يجب أن ننتظر حتى ينطفئ المصباح لنعي قيمته، بل ينبغي أن نحتفظ بروح التقدير والشكر دائما، ونعمل على الاحتفاظ بالأمور الجيدة وتحسين الأمور التي تحتاج إلى تطوير.